كل ما تكون كاينة أزمة صارية ما بين الجزائر والمغرب، الله سبحانه وتعالى يتدخل باش الأمور تولي بخير. مثلا في الأزمة الأخيرة اللي صرات قضية عطيف الرايان، كانت كاينة واحد الشحنة ما بين المغرب والجزائر، مع ربي جاب هذه القضية تاع رايان بين بلي الشعب المغربي والشعب الجزائري يتكاتف واحد الشدة ماكري كاع دوك الصوالح اللي يصرو والفيسبوك ودي فوا ما حنا نهضرو وهما يردوا وحنا نعايرو، بصح في وقت الشده تلقى كاينه هذيك الغولاسيون الرابطه تاع الاخوه تاع اللي ما فوتوش بعضنا، تاع حنا عرب حنا خوت. وهاد الخطره التاليه صرا هذيك المشكله تاع الجيت سكي وكاع، بصح من ضرب الزلزله الشعب الجزائري كاع راه متضامن شعبا وقيادتنا، الشعب الجزائري كاع راه متضامن خوتنا المغاربه. ولا بروف السلطه العليا الجزائريه قالت رانا هنا نقدموا المساعدات للمغرب ونعاونوا الشعب المغربي، واذا خلطنا السلطات المغربيه وانا كجزائري هذه حاجه تشرفني، ونتمنى ان شاء الله رانا خوت والله يصلح الاحوال. السلام عليكم.